FM. الكلمة ليك. معنا معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة بالتليفون. صباح الخير. صباح الخير نبيل، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. مرحبا بك معز الجودي. نحكيه على ملف وكأنه تعدى ينابرشو معناتها، وحكينا فيه ديجا أيامات قبل. نحكيه على كلفة انتظار البواخر التجارية في ميناء رادس، يعني تكلفة السنوية تقدر ب 1.8 مليار دينار، أي 2% من الناتج المحلي الخام. هنا نسألك معز الجودي، يعني الخسائر هذه دو للفساد أم مشكلة في الحوكمة في ميناء رادس؟ هو هذه معناتها معضلة كبيرة راهو حكينا فيها في العديد من الأحيان، لأنه عملية التجارة الخارجية نحن في بالكم بالرقم اللي خرج البارح بطريقة رسمية، تسمع فيها؟ نسمع فيك. اللي هو ميزان تجاري، ميزان تجاري معناتها كملنا سنة 2017 بعجز رقم قياسي 16.6 مليار دينار، عمره ما صار في تاريخ تونس، معناتها عجز بالمستوى هذا. والعجز هذا جاي من كونه معناتها من المشاكل متاع العجز انه الصادرات متاعنا ما عادش عندها قدره تنافسيه، مش من ناحيه السعر ولا من ناحيه الجوده، فقط من ناحيه الامور اللوجستيه. معناتها ما عادش تخرج في وقتها، ما عادش توصل في وقتها للحريف، وهذا يتسبب في مشاكل ويتسبب في دي روبتور دو كونطرا. وهذاك علاش معناتها اليوم لي زيكسبورتاسيون تاعنا ما سون بلو اوسي كومبيتيتيف. دونك مشكلة رادس مشكلة كبيرة ياسر، لازم تتحل. انت سؤالك منين جاي مزوز معناتها الشيء هذا جاي، فما فساد وفما زادة سوء حوكمة وفما زادة معناتها شركة هذه نتاع شحن والترصيف مش معقولة، هي شركة عمومية انها هي كما يقولوا الفي لابوي اي لو بوطون، معناتها هذوما جماعة السام يعملوا شي يحبوا، معناتها ينجم يوقف لك برد، ينجم يقولك، ينجم معناتها يساوم معاك، ينجم يقول لك هيا اليوم ما ناش خادمين، معناتها ما نجموش نقعدوا مربوطين باشخاص معينين متنفذين في شركة عمومية، الوركو معناتها في بلدان أخرى تلقى القطاع هذا مفتوح للمنافسة وذراعك يعلف، معناتها شكون يعطيك سيرفيس خير باش نجم انت مع تتحرك البورت نتاعك باحسن معناتها في احسن الظروف. يعني هذا يجرنا للسؤال، معناتها يعني نحكيه على مؤسسات عمومية غير تنافسية بالمرة وتقدمنا في خدمات غير تنافسية، هذا اللي يضر بقطاع من القطاعات كما قطاع التجارة اليوم. يعني الحل هو شنو هو اليوم؟ نمشي ونخوصوا المؤسسات نتاعنا اليوم؟ لا والله، هو هذا توك ببعض الخوصة تحل. انا نحب نخرجوا من كل ما هو امور ايديولوجية، راهو كي نحكيو على خصوصة بعض المؤسسات العمومية، أول حاجة نحكيو على خصوصة بعض المؤسسات العمومية، ركز على كلمة بعض، ما قلناش نحنا باش نخوصوا معناتها الدول كلها، وباش نخوصوا التعليم، وباش نخوصوا الصحة، والساق والسناد والمؤسسات العمومية الكل، مش هذا المبتغى، ومش هذا معناتها الهدف، الهدف أنه راهو في بعض الأحيان، وهذه صارت في الدول في العالم الكل، كونكريت دول فرنسا وقت اللي كانوا يحكموا فيها الشراكيين، معناتها صارت أكبر عملية خوصة، الدولة في وقت من الأوقات معناتها تفيق أنه راهو ما تنجمش تعمل كل شيء وحدها، راهو فما قطاعات وفما أمور الفوميو يدخلوا فيها معناتها خواص، والخواص ما مستهينا راهو بين ظفرين، خواص وينسى معناتها كي نحكيو على خاطر تو كلمة خواص فما اعتراف يجبدوها تخش عليه معناتها شبيح الخارج معناتها ولا خواص توينسى معناتها باش نكونوا واضحين توينسى ولا معناتها ديزوبيراتور ايكونوميك انترناسيونال. ليه كيما صار سامحني معز، كيما صار مع المجازان جينيرال ولا كيما صار مع التجاري بانك ولا حاجه هكا معناتها؟ نحن صاروا عملية خوصة في تونس، ولذلك الخوصة هذه ماهيش بدعة وماهيش حاجة جديدة في بلادنا، صارت قبل، ونجم نقول لك أنه 98% من عملية الخوصة اللي صارت في تونس هي عملية ناجحة. عملية ناجحة، واللي يقول لك عكس هذايا يجيب لي معناتها إكزامبل ولا زوز على عملية خوصة فاشلة. معناتها بالعكس، العملية أكثر من هي فاشلة. ولذلك معناتها العملية هذه باش نكمل في النقطة هذه من شأنها أنها تحسن. معناتها لو سيرفيس تحسن الخدمات تخلي الدولة زادة تتحصل على موارد زادية كي تبيع معناتها منشأة عمومية وتخلي الدولة أنها تلعب دورها اللي هو مع تطبيق القانون وتلم لي تاكس وتلم الضرائب. هذا هو دور الدولة، دور الدولة مش تصنع الضخام، دور الدولة مش تصنع العجالي، دور الدولة معناتها مش تتصرف الأبراج، مش كل شيء معناتها نحطوه عند الدولة. الدولة عندها أدوار معناتها سيادية متاع أمن متاع جيش متاع عدالة متاع ضرائب، هذم أدوار الدولة. السياسيين الباقي كله معناتها في
التنافسية وسي ليكونومي المارشي والاقتصاد السوق وينجم يصير الأمور. باهي يد دهمين نطق رسمي باسم الحكومة يد قال في بلاتو تلفزي انه راهو احنا بدينا في الاصلاحات نتاع المؤسسات العمومية وفما مؤسسة عمومية باش نصلحوها اذا كان تنجم تتصلح وفما مؤسسة عمومية باش يتم الخوصة نتاعها اذا كان زي ما تتخوصص اليوم. لكن هذه على مدى عامين 3-4-5 سنين يا اخي ما تتكلف برشا وقت الحكاية هذه معز الجودي مع الخوصصة المؤسسات العمومية. لا 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 معناتها النسق ينجم يكون اسرع من هكا بكثير معناتها توا معناتها ملفات كما هذوما ينجم يكون بالتوازي معناتها نصلحوا مؤسسات ونخوصوا مؤسسات. اليوم فما معناتها كما يقولوا هيكل مختصه في العمليات هذوما. الدوله كما قلت لك مش كل شيء تنجم تعمله وحدها، تنجم تكلف هيكل مختصه باش يسيروا عمليات كما هكا. معناتها ما ظهرليش كان الحكايه تنجم تفوت عامين 3 سنين اذا نبداو فيه الشانتي هذايا في اقرب وقت ممكن، خاطر اليوم الدراسه موجوده واليوم نعرف المؤسسات انا هي اللي ما عادش نجم نعملوا فيها حتى شيء ولازم الدوله تخرج منها، ونعرف المؤسسات اللي الدوله نجم تصلحها وتخليها مؤسسه عموميه. هذا كله معلوم معناتها واضح، مؤسسه استراتيجيه مربوطه بالامن القومي تقعد عند الدوله كما الفوسفات كما معناتها ستيل كما السونات، مؤسسات في قطاع معناتها ولا الدولة ما عندهاش حتى انتري استراتيجيك باش تكون موجود فيه كيما الدخان مثلا، تخصص المؤسسة هذه وتخصص القطاع هذايا ما عندها حتى منفعة باش تكون موجودة فيه. ولذلك عملت كيما هكايا معناتها إذا فما لا فولونتي بوليتيك الرغبة السياسية وفما معناتها لو كاب اللي تخسيه معناتها نقرروا القرار سي خديناه، العملية هذه تنجم تتم. احنا في عام 2012 معناتها عام كان مازالت ثورة وقتها ومازالت أمور غير مستقرة وبعنا 4 أو 5 مؤسسات مصادر فهمتي كلها كلها وقتها ما بين في عام ونص تقريبا ما بين 2012 و2012 معناتها العملية ماهيش صعيبة بالطريقة هذه والمؤسسات المصادرة تبعت وقتها مؤسسات عملاق مؤسسات كبيرات تبعت في عامين. لكن يبدو أن الحكومة اليوم خايفة من التصادم مع الناس اللي تقول هالخوصصة متاع المؤسسات العمومية خطوط حمر. يعني اليوم ما نكذبوش على رواحنا، عنا يوتيكا، عنا اتحاد العام التونسي للشغل، عنا منظمات، عنا أحزاب، عنا أحزاب إيديولوجية عندها الإيديولوجيا متاعها تقول أنه خوصصة المؤسسات العمومية اليوم تنجم تهزنا الكارثة. يعني اليوم وكأنه الحكومة ما زلت خايفة من الصدام اللي باش يصير في حال تطبيق الأمر هذا. هذاك علاش خويا نبيل قلت لك انا راهو الحكايه اللي نخرجها من الامور الايديولوجيه وراهو على فكره الايديولوجيات ما عادش في العالم، ما عادش هذا واحد ليبرالي متوحش ولا ما نعرفش شنو ولا اخر يساري ولا اخر اشتراكي ولا اخر شيوعي، تاعها هالدفاع هذا الكل تاعها في العالم قاعد كان في تونس. معناتها تشوف في امريكا، تشوف في فرنسا، تشوف في المانيا، تشوف حتى في الصين، تشوف حتى في روسيا، اقتصاد السوق والثوره التعديلي نتاع الدوله ومعناتها السوسيال ليبراليز معناتها طيب الاقتصاد يخدم فهمتي الدولة تلعب دورها الديني وفي نفس الوقت معناتها تلم الذهب باش تعاود توزع الثروة وتعاود معناتها تعطي كل واحد حقه. هذا هو الاقتصاد كيفاش لازم يدور معناتها الباقي كله ايديولوجيات اللي هي على قيمة ومعندها فين توصل. السؤال الأخير حول معناتها أهمية لهم التوافق بين الحساسيات العزبية والأطراف الاجتماعية حول يعني برنامج محدد لإنقاذ البلاد من خلال الإصلاحات هذه. واضح نبيل هو اش قلت لك انا قلت لك معناتها راهو فما دراسات صاروا واليوم عندنا ارقام، الارقام تعطي انه راهو الدوله المؤسسات العموميه هذوما الكوفر اللي فيهم الثقب الهفوف اللي فيهم يتكلف سنويا 6.5 مليار دينار معناتها رقم مهول على الميزانيه نتاع الدوله يدفعوا فيهم فلوس هذوما معناتها دافعي ضرائب معناتها انت وانا والمواطن اللي يسمع فينا يدفع في الضرائب نتاعو فين ماشيه الضرائب نتاعو فين تمشي استثمارات عموميه وخدمات قاعده وتنميه قاعده ماشيه معناتها في ترقيع وتخطيط العجز في المؤسسات العموميه. ولذلك معناتها اليوم لازمنا نشوفوا حل، ما عادش عندنا حل، ما عادش عندنا شوارع معناتها ما عادش عندنا اختيار. ولذلك الاطراف هذيا المتداخله اليوم ما عادش عندها وقت باش تختلف وتتجادل، اليوم اعطينا كيفاش نلقاو حلول. كما قلت لك معناتها فما بعض الاطراف وبعض الجهات كما كنت فسرت قبيلك ما تحبش الخوص علاش؟ على خاطر مش خايفة على الملك العمومي ولا خايفة على الدولة ولا مصلحة الدولة، لا على خاطر هي عندها مصلحة شخصية وعندها مصالح ضيقة منها أنه بعض الرقابات معشين في المؤسسات العمومية وعاملين منهم معناتها كما يقولوا ديكارتيه معناتها جينيرو ديفيال مقرات معناتها الغادي ويتوقفوا لهم معناتها ليكوتيزاسيون والأمور ديك كلها تمشي لهم للعمومة. ولذلك معناتها ما يحبش يسيبها الرموقة هذه اللي عنده فهمتي دونك معناتها قاعد يستغل وفما زاد الانتدابات والزيادات العشوائية اللي صارت
واللي دخل خوه واللي دخل ولد عمه واللي عمل منها المؤسسه العموميه معناتها فشلت. رزق البيليك معناتها. معناتها فوالا رزق البيليك كما قلت. هذاك علاش تلقى مؤسسه عموميه اليوم كما فصلت قفزه تخدم 26,000 معناتها خدام رقم قياسي. تلقى معناتها مؤسسه عموميه نورمالمون يخدموا 3,000 و4,000. يعني اليوم ختاما نقولوا انه لابد من الحكومه تنتهج معناتها اجراءات جريئه وصار ما بخصوص الاصلاحات هذه. هذاك على الحكومه تاعو الحاجز الواضح الامور، الحكومه لازم تكون قويه وتكون مسؤوله، ما لازمش تكون معناتها تحت السيطره نتاع طرف من الاطراف، ما فماش هذا طرف انت طرف وانا طرف، فما حكومه وفما اطراف متداخله. الحكومه هي تمثل الدوله والدوله فوق الجميع، الدوله فوق الاتحاد العام التونسي للشغل، الدوله فوق الاحزاب، الدوله فوق الاتحاد العام التونسي للسياحه والتجاره، الدوله فوق جميع الاطراف، ما فماش طرف يجي فوق طرف اخر وخاصه فوق طرف الحكومي. ولذلك الدوله لازم تكون عندها خريطه طريق واضحه، تنجم تتشاور مع الاطراف هذيا مثلا في عمليه خلصه، نجم انا نعيط للنقابات نقول لهم جيبوا تمليك ناخذ رايكم تم العمليه او الشفافيه او الحقوق الرشيده، شنو رايكم؟ ماذا بينا نحافظوا على حقوق الخدامه؟ معناتها هذه حاجه واضحه، معناتها ندخلهم في العمليه ذي. اما باش يجيو هما يقولوا هذيك خطوط حمراء وخطوط سوداء وما تعملهاش، هذا يعني ماهوش مقبول ماهوش ممكن. على خاطر المؤسسه العموميه ماهيش ملك النقابات، هي بالقانون ملك المساهم الاساسي اللي فيها الاكسيونير برانسيبال اللي هو الدوله. واضح، شكرا لك معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحكم على قبولك الدعوة بالهاتف. كابا فان الكلمة ليك.